لا كابتن ابدا متصورين اكيد. يلا يا نجم. لا لا عظيم، احنا ما فريقنا ما مش عارف حد اللعبه يا جدعان حلوين، بس الناس تبقى معانا. يلا الحكم مركب نضاره بالعافيه. يلا يا عم والله بلعب بايده. انت الحكم والله مسار واحد جسمه يا عم. ايه احكم يا عم؟ لا حول ولا قوة. بص 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 العب. انا مش عارف ده هو بيوسع للمهاجم اللي كان داخل عليه، بيوسع له هنا. اشترك معاه والكره بتاعتك من بدري. لا 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 انت قاعد مستنيها. تركني يا عمرو كده ولا كده يا عمرو. احنا مش فريق وحش، احنا مش فريق وحش، بس مش عارف احنا بنطلع الدفاع بيتضرب ضربه يا باب. وكمان الكابتن محمد شايل كتير في الجون برضه. دماغي بتدخل رجلي مجمده ما اعرفش ليه، مش عارف. انا حاسس ان انا تقيل برضه، مش هو انا ده بتاع المره اللي فاتت واللي قبليها. ايوه جون جون من فوق الشبكه، يعني جون وطلعت فوق الشبكه. يا تلعبش بايدك يا عم الحاج. لا وبيقول للناس ما تلعبوش انتوا بايديكم، العيب فيه ويجيب العيب فينا احنا. انت خدتها ناحيه هناك صح؟ ارجع يا كابتن.
ارجع يا كابتن. العب العب. والله العظيم دي اللي بداية. مش بجد خالص. تلعبش بايدك يا وليد. اللي يضيع يستقبل. تقدروا تقدروا يا رجاله لسه بدري تقدروا. ايه حد ينزل حد ينزل ما انت اللي كان لا المفروض تنزل واحد تعبان خالص وليه تطلع واحد حلو ونزل واحد حلو معلش معلش
ايه ما هنا بلعب منهم سيب مش قادر خالص. واحده واحده واحده. اللعب اللي فات انا كنت في باباصي بس انا عمال تجري اهو. اه ما انا عايز اعمل ايه طيب؟ وحش ريح يا شباب. مش قادر. ما انت شكلك تعبان اساسا، مالهاش دعوه بالاماميه. ايه؟ انت شكلك تعبان. لا ابدا. انا لو مش تعبان ها؟ كل كور الشطه دي كانت جوان. انا مش عارف اشوف سن رجليا عشان انا رجليا مش قادر اشوف منها خالص. يا حسام ما تعملش تاكل انت تاني يا حسام. روح ريحها بس ريح. شهرين يقول لك اسبوع هعمله لك هعمله لك. يلا كريم يلا كريم اسمع ايه معلومه شخصان ايه يا جدعان. طيب لو دي اي واحد ما عملتش حاجه كمل يلا ماشي ماشي. شعر تاني معاك ايه؟ انت بس شكلك بتقعد كتير مع شغلك بين قاعدة. شفت لما كنت باجي العب شفت لما كنت جيت لعبت معاك اول مرة؟ اه انا اساسا كنت في الفترة دي بلعب كتير اساسي. انا بلعب جمعة وسبت وتلات ده اساسي فاهم؟ اه جيت لعبت معاكم الاثنين هنا ساعتين وانا بقى في حجز التعليم التلات ده بس بحجز جامد بقى صغيره بقى بلعب صغيره فاهم فايه بيبقى كله جري فطرقعت بقى شفت الكوره كده شفت شفت ارض بالكوره فدي بقى راحت مترقعه طرقعت انا محتاجه ما كانت محتاجه راحه ما انا ريحتها وخفت وجيت انا شفت ما فاتت لما جيت لعبت كده انا المره اللي فاتت لو انت لاحظت انا ما كنتش قد ما كنتش بجري ما كنتش بقى يعني يا راجل اوعى عايز اشوف معلش ما بدا كنت بواصي بس بجري وببصي بس بجري وببصي بس النهارده ايه؟ بتساعد الفريق قوي ايه؟ بتحاول تجتهد بتساعد الفريق اه انا اصلا من النوع اللي في الملعب ما بحبش ما بعرفش اقف في الملعب بحب ان انا هو اللعب الكوره ايه غير ان انت تجتهد ان انت تتحرك لزميلك ما هو انت لو ما اتحركتش يبقى مفيش لا حاجه اسمها لعب كوره لكن انا سلم وقف اهي دي اكتر حاجه بتضايقني ايوه مفيش حاجه اسمها سلم وقف التحرك ده اساس كره القدم يلا الجون فاضي حلو
وكان كنا 2-1 لينا، بس على فكره الماتش بتاعنا 4-4 على فكره مش 4-3. فاضل 3 دقايق ولا دقيقتين؟ بقول لك الماتش بتاعنا 4-4. 4-4؟ اه والله. ماشي خلاص انتوا وصلتوا. انا جايب منين؟ لعيب والله. فاول انذار يا حازم. جون 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 يا عمرو، جون يا عمرو. طلع له حزم، طلع له حزم. هو راح ان شاء الله تشوف الجول. ارجع يا كابتن يا عبد الخالق، ارجع. فاول فاول. يلا اخر هجمه، اخر هجمه. اخر هجمه ضيعت الفريق يا عم. يا راجل يا راجل من الاول.